انا اختك اخي كيف بقيتي عبيده يا الله يا ربي كيف بقيتي اتمنى لك صحتي كيف قادك الطنبوقه شويه والو اختي عاشي باشا ما كنعرفوشي المهم انا شفت واحد الاخبار يعجبك الله يا اختي واحد السيده خدامه معايا في المعمل ايوا قالت لك خصها تزوج ايه قالت لي خصها تزوج مرا بخيره بخميره الدار ديالها كلشي ديالها وزوجها اختي ديالها تزوجها باش نزوجها نزوج بها بلي الله يا تعاود ليا تعاود ليا مرا غزاله كتكون شابه عوامه نطنبق تزوجني نطنبق وشحال عندهم لك اخاي ديالي ملي تمر شكون اللي يقابلك مرا ديالك اللي غتقابلك انا قد تخصل هذا راه عندك انا قد ندير تخصل هذا علاش انا نطنبق باش نجلس في العماريه اذا نطنبق دابا جوج حاجه اما تزوج بها اما الزنقه ما عندي ما نعمل لك انايا انا باش من خدمه عيانه من معمل والله ما كتحش وعلاش كنت كيز على لي وهذا شنو اسمها هذا شنو اسمها اسمها حبيبه وغزاله واحد المره غزاله وريفيه وغزاله وين كتسكن كتسكن في تشارت العوامه تشارت العوامه غنبقى نهود انا متشاد العوامه تاع المدينه كنا على جيت السقايا عاودوا لك عليا انا حماقه انا انتينا هاد المدينه اتعصبني انا كنا مريضانا انتينا هاد المدينه خويا لا شني عندك فيها يا صحابي هاد الدراري هاد الجناقه ماما مشات تما وخلاتني معاك انت واخا واخا ما عرفتش شكون اللي هزك لا حول ولا قوه الا بالله عندي 50 سنه لا انا كبيره انا تزوجني من دابا 50 سنه 50 سنه واخا واخا ويلي تفلت عليا انا قولي دابا باش الكلام ما يرهجو دابا شي كلماتي ما تزوج بها ما تخوي عليا انا بقيت هزه هبالك طلع لي في راسي صافي قولي بالله لك عيتيني قاسما بالله لك عيتيني قولي هاد ماشي ني عندها دابا هي شني صغيره كبيره مزوجه مطلقه انا هضرت مع داك التليفون عيط لها قال الله يرحم والديك الله يختي عبيده انا ماما ندار ماما ندار زوجني واش غنوكل انا شنو نوكل فين نسكن انا ناكلو انا تاكل مني انا تاكل مني انا الصحاب بيت عليا حاول الله هو الى هاد المره انا كنت عامله الموسيقى سنيه قلت هذه هي سنيه ويلي من عيسى تبع هاد مني تبع كوتينا كوتينا انا باقا في عندك يا كوتينا الله خايف كوتينا الله خايف كوتينا شدوني جوات